اتصل بالمغسله، فالمغسله جت اخذت الجثه ودخلت بيها على اوضه الغسل. فالطبيعي انها كانت متغطيه بملايه، وبمجرد ان المغسله شالت الملايه من هنا حصلت المعجزه. والمعجزه سيد الفاضل انها كانت بتبكي بكاء هستيري، تنشف البكاء او تنشف الدموع يزداد اكتر. دي كانت بتعمل ايه وايه اللي وصلها للمرحله دي رغم انها كانت تبلغ من العمر 30 سنه؟ كانت بتعمل مصيبه وكارثه ادت ليها بالدموع الهستيريه اللي كانت نازله من عينيها. ورغم ذلك اغلبيتنا بنعمل الحاجه دي ومش عارفين ان عقابها شديد جدا 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 جدا. ايه اللي كانت بتعمله؟ ده اللي هنتكلم عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعن آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا احب اعرف حضرتك بنفسي، انا اسمي سعيد مبارك، مقدم البرنامج، وقناتي اسمها اللهم تقبل، بتحكي قصص حقيقية حدثت بالفعل وبتعمل على نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت حضرتك ما تشوفني لأول مرة ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك عشان القناة تكبر. بس كده نبدأ القصة، يلا بينا. بتبدأ قصتنا سيد الفاضل ببنت عندها 30 سنة. البنت دي كانت متجوزة في بيت، البيت ده في سلفها موجود فيه وزوجته ووالدته، وكانت للأسف الست دي قعدت سنين طويلة ما يقرب من حوالي 5 6 سنين ما تخلفش، وسلفتها الله أكبر معها 3 أولاد. والبنت دي كان نفسها وأمنية حياتها ويدخل عليها كده عين من عينيها إنها هي اللي تبقى مسيطرة على البيت. ولكن في الأرياف بطبع عام الست اللي ما بتخلفش بيركنوها على جنب ودايما يبصوا للست اللي بتخلف، يعني سلفتها مخلفه 3 فضلوا بص لها هي وهي اللي مسيطره والكلمه الاولى والاخيره ليها، فالنار ولعت جواها عايزه تنتقم وعايزه تخلص بطارها، هتعمل ايه؟ مش عارفه تعمل ايه؟ حاولت تخلف ما خلفتش، فقالت بس خلاص انا ابدا اوقع الدنيا ببعضها، ابدا اخلي سلفتي دي جوزها يطلقها بالكذب بالصدق، المهم ان انا اخلص منها واشيلها من طريقي خالص، عشان هي لو مشيت من البيت ده خالص يبقى انا هنا المسيطره. وبالفعل بدات توقع بينها وبين زوجها، ولكن زوجها قال لها دي مراتي وانا واخدها على حب ومش هصدق اي كلمه تقوليها، وحماتها تقول لها يا بنتي الست دي احنا عارفينها قبل ما تيجي واحنا اللي مربينا، ما لقتش اي حل عايزه تزحها من طريقها باي طريقه، بدات تروح للدجال يعمل لها عمل، والعمل كان عشان يفرق بينها وبين زوجها، وبالفعل عملت لها عمل وفرق بينها وبين زوجها، وبعد ما فرق بينها وبين زوجها طلقها، وبعد ما طلقها اصبحت هي المسيطره وهي اللي ماسكه البيت من اوله لاخره. بدات تفكر اعمل ايه؟ اجري بقى على موضوع الخلفه، راحت لدكتور واثنين وثلاثه، بعد الفحوصات وبعد التحاليل جميع الدكاتره قالوا لها عمرك ما هتخلفي الا بطريقه واحده وهي الحقن المجهري. بدات تعمل الحقن المجهري، وبعد ما عملت الحقن المجهري ربنا رزقها بولد، وبعد ما رزقها بالولد بدأت المشكلة تتزايد معاها أكتر وأكتر وأكتر، خلاص أنا كده جبت اللي أنا عايزاه وسيطرت في البيت وطلقت سلفتي وبدأت أنا المسيطرة الأولى والأخيرة، ولكن ربك كبير وربك عظيم وربك ما بيسيبش حق حد. في مره من المرات قاعده لقت نفسها جسمها بيتقطع، راحت للدكتور، الدكتور قال لها انت عندك مرض خبيث ولازم تشوفي تتعالجي من الموضوع ده، ولكن كان في اواخره. المهم بعد ما عملت كل ده
وحست انها تعبانه، بتحكي لحماتها وهي بتحكي لحماتها سايبه ابنها فوق في الشقه اللي فوق وهي نازله عند حماتها، وابنها يقوم يشرب ماده صودا قويه، ماده صودا قويه بتاعت منظفات. المهم الولد شربها وتوفاه الله في الحال. فهي طالعه لقت ابنها مرمى على الارض وجنبه الإزازة الصودا القوية، أخدته جري على المستشفى، ولكن الدكتور قال لها ابنك توفى. بدأت حياتها تتدمر، بدأت ابنها يموت، بدأت يجيلها مرض خبيث، حياتها اتدمرت حرفيا. طلع لها زوجها قال لها أنت السبب في موت ابني ولازم أطلقك. طلقها وطلقها وحياتها اتدمرت وابنها مات وجالها المرض الخبيث. فبالتالي راحت تتوسل الى سلفتة. اول مره ما رضتش تقابلها، تاني مره ما رضتش تقابلها، تالت مره قابلتها قالت لها انا اللي طلقتك من جوزك، وانا اللي عملت لك عمل، وانا اللي رميتك رميه الكلاب سامحيني. ولكن ما رضتش تسامحها ابدا، قالت لها اطلعي بره، ما رضتش فعلا تسامحها. وبعد كده توفت الست بالمرض الخبيث. وبعد ما توفت بالمرض الخبيث كل ما يجوا يغسلوها تبكي، كل ما يجوا يغسلوها تبكي. فالست المغسله بتمسح دموعها وتقول لهم دي صغيره، هي كان مالها؟ اراد هي ماتت بالمرض الخبيث. كل ما تبكي يزداد البكاء اكتر، تنشف دموعها يزداد البكاء. فبدات تسال يا جماعه انا يعني قولوا لي هي بتبكي ليه، يمكن في ايدي حل اعمله. قالوا لها مفيش في ايدك حل، اي حل. الست دي كانت بتعمل 1 2 3 4 5، ودي نهايه اي واحده بتعمل اعمال بتلجا للصحراء والدجالين، ودي نهايه اي واحده عايزه تخرب على واحده. ودي كانت قصتنا النهارده. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.